السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم في هذه الفيديو باش نتكلم عن الأصفار الثلاثة وحقيقتهم، وكما قلنا اللي هما اللي يتسماو بالنسبة لعالم الوجود العدم، وهذا العدم هو آخر مرحلة من مرحلة اللاوجود. وكما قلنا إن اللاوجود هو لا وجود بالنسبة للوجود أو عكس الوجود. إذن لأننا موجودين في عالم الوجود لا يمكن لنا فهم اللاوجود إلا بمقارنته وعكسه للوجود. افهم الوجود تفهم العكس متاعه اللي هو اللاوجود. ولأن قاعدة الوجود هي اللاوجود كما قلنا في الطبقات في الفيديوهات السابقة، حيث إن كل طبقة هي فوق الطبقة الأخرى، يعني ظهور طبقة لا يعني انعدام الطبقة الأخرى. إذن اللاوجود هو موجود في داخل الوجود، وهذا ما سنحاول فهمه في هذه الفيديو. ولكي أضرب لكم مثال بسيط يمكن أن يفهمه أي إنسان، تصور أنك تخيلت شيء، فهذا الشيء الذي تخيلته فهو عبارة عن لا وجود، ثم هذا الشيء حققته في الخارج فهذا يصبح وجود. إذن هنا هذا الشيء الذي تخيلته كان له وجود فكري صوري في داخلك ثم تحول إلى حقيقة. طبعا هذا المثال مجرد مثال بسيط لكي تفهم الوجود واللا وجود، لأن كل شيء مهما كان قديم في الأزل له المظاهر متاعه في الوجود التشبيهية من أجل التقريب للفهم. طبعا احنا مازلنا بعيدين عن عالم الوجود، ولكن نحن الآن باش نبحث آخر مرحلة اللاوجود التي هي العدم. من بعد وقت نحكيه على الوجود طبعا نعرفوا أكثر معنى الوجود باش تزيدوا تفهموا أكثر معنى اللاوجود. البعض يتصور إن عكس الوجود هو العدم، وهذا غير صحيح، وإنما عكس الوجود هو اللاوجود. وما العدم إلا نقطة وسط بين الوجود واللاوجود، أي أن العدم فريد من نوعه، مثل الصفر هو نقطة الوسط بين الأعداد السلبية والإيجابية، ورياضيا يمكن أن تفهم ذلك. ولكي تفهم كيف ظهر الوجود يجب أن تفهم هذه النقطة، أي نقطة الوسط. وهذه نقطة الوسط التي نطلق عليها العدم هي في الحقيقة متكونة من ثلاثة أصفار، ما يسمى الصفر السلبي الذي هو الصفر أو العدم في اللاوجود، والصفر الإيجابي الذي هو العدم في الوجود، والصفر الذي في الوسط الذي هو العدم المطلق. وهذا العدم المطلق الذي هو الصفر المطلق هو يساوي الأزل السلبي ويساوي الأزل الإيجابي، أي عبارة على الأزل وسط الأزل، رغم أن هذه المسألة تشبيهية، لأن الأزل ليس له وجود أصلا وهو ليس له وسط، ولكن هي عملية تشبيهية لكي نفهم كيف ظهر الوجود. إذن لأننا موجودين في عالم الوجود، أنتم تعرفوا اللي في عالم الوجود بدون تحديد لا يمكن فهم أي شيء، ولهذا لكي نفهم الأصفار الثلاثة أو العدم بأنواعه الثلاثة يجب أن نحدده، وهنا التحديد هو بين الواحد السلبي والواحد الإيجابي. إذن احنا الآن باش ناخذوا هذه الرقعة من بين الواحد السلبي والواحد الإيجابي لكي نفهم ما يسمى بالعدم الوسطي الذي هو الأزل الوسطي تشبيهيا. إذن سوف نأخذ المسألة من عدة جوانب لكي نفهمها، لأن كما تعلمون إن على قد ما تشوف الحاجة من جميع الجوانب على قد
ما تقرب للحقيقة، لأن الحقيقة المطلقة تساوي النظرة البعدية الأزلية. هناك أزل من الأمور يمكن نشوف بهم الحقائق، وحدة برك أو زوز أو ثلاثة أو أربعة أو حتى ألف هي ليس الحقيقة المطلقة، وإنما الحقيقة المطلقة هي تساوي أزل أبعاد. لهذا نحن نسعى للأصول للحقيقة المطلقة دون الأصول إليها، لأننا نتعامل مع أزل، ولكن كل حقيقة تجمع أكثر أبعاد تكون أقرب للحقيقة المطلقة. ونحن هنا ليس موضوعنا حول الحقيقة وهل هناك حقيقة مطلقة أو لا، ولكن سوف نتكلم عن هذا في الفيديوهات القادمة عندما نتكلم عن الوجود. أما هوني خلونا في الموضوع متاعنا الذي هو العدم أو الأزل الأوسط. إذن أرجوكم قليل من التركيز لفهم العملية من عدة جوانب حتى تكون الفكرة نسبيا واضحة لكم. نحن وصلنا في الفيديو السابق إلى ظهور الواحد السلبي، وقلنا إن الواحد السلبي هو مربع كما تشاهدون في الصورة، طبعا مربع تشبيهيا لأن مازلنا في عالم اللا وجود من أجل أن نفهم برك. وعندما نحط هذا المربع في الإطار اللي هو موجود فيه نلقاو اللي الدائر متاعه هي عبارة على لا مربعات التي هي في الحقيقة الأصفار السلبية، لأن رقعة اللا وجود كما قلنا في الفيديوهات السابقة متكونة من مربعات ولا مربعات من اللون الأسود ومن اللون الأبيض الذي هي تشبيهية من واحد سلبي وصفر سلبي. ولكن هنا في هذه المرحلة بدأ الظهور أكثر للواحد السلبي وحول الأصفار السلبية، أي أن لا شيء يخلق وإنما كل شيء موجود في الداخل، أي حقيقة فكرة الخلق هي فكرة الظهور فقط. وقد قلنا إن الفرق بين المربع واللا مربع أو من بين الأبيض والأسود إن الأبيض هو عبارة على أنه يسمح لكل الألوان أن تخرج، بينما الأسود هو يحتوي كل الألوان ويمنحها من الخروج. وهذا هو الفرق من بين الواحد السلبي والصفر السلبي ومن بين المربع واللا مربع. ولو تريد أن تفهم ذلك بمثل حقيقي في عالم الوجود تفهمه، هو الفرق من بيناتهم مثل الفرق بين الشيء والمكان. في العدم كان هناك الشيء بجانب المكان، أي أن الشيء ليس له وجود لأنه ليس له مكان، لأن المكان وحده والشيء وحده. هذا طبعا تشبيهي، عبارة على أنك تأخذ شيء وتسحب منه المكان، إذن يصبح غير موجود لأن الشيء لا يكون موجود إلا في مكان. فالمكان هنا تشبيهيا هو الصفر السلبي والشيء هو الواحد السلبي. عندما تفهم هذا الشيء وتعيه وتحسه في الداخل متاعك تو يسهل عليك فهم العمليات اللي بش تصير من بعد. ونحن هوني نتكلم بصفة مجردة مقارنة بالوجود، إذن حتى كان ما تعيش وما تفهمش اللي قاعد نقول فيه توا لأنه مجرد في عالم اللا وجود مثالش، اقبله في مخك وفكر فيه. ولكن تو وقت نتكلم على الوجود تو تفهمه أكثر وتفهم العملية كيفاش تمت بالضبط. نحن قلنا إن من واحد السلبي إلى الصفر السلبي وقعت أربع مراحل أدت إلى ظهور ما يسمى بالصفر السلبي الذي هو
مثمن. في الحقيقة هذه العملية هي عملية دوران أو انعطاف، بحيث أن المربع متاع الواحد السلبي جاء فوق المربع متاع الصفر السلبي، أي اللا شيء ظهر في اللا مكان، أي الصفر السلبي في الحقيقة هو اللا شيء واللا مكان متداخلين، هذا الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالصفر السلبي الذي نعتبره المثمن. ولو أعطيناه لون نعطيه لون الرمادي، اختلاط الأسود مع الأبيض، والرقم الذي سوف يحمله هو صفر سلبي زائد واحد سلبي. وإلى هنا هذه التحولات أو التغييرات هي في عالم اللاوجود، إذن ليس هناك فكرة حركة حقيقية، وإنما حالة جدا صعبة للفهم لولا نعكس ما علمناه في عالم الوجود، أي هنا دمج الواحد السلبي مع الصفر السلبي أدى إلى ظهور ما يسمى بالعدم السلبي. ووضعنا شكله مثمن أي مربع مدور قليل لكي نفهم، ولكن في الحقيقة هو واحد في وسط واحد. إذن هذا العدم هو في الحقيقة عبارة على لا شيء في داخله لا فراغ، أو عبارة على واحد سلبي في داخله صفر سلبي. ولو نشبهه بالوجود، عبارة على شيء داخله مكان، وهو أمر من الصعب فهمه في عالم الوجود، لأن تعودنا في عالم الوجود إن الأشياء موجودة في مكان، ولكن في عالم اللاوجود المكان موجود في الشيء، أو اللامكان موجود في اللا شيء، وهذا هو العكس. إذن على قدر ما تعكس الوجود تفهم اللاوجود. هل هذا مجرد منطق إنساني أم حقيقة؟ المهم هذا هو العالم اللي نعيش فيه باش نفهم العالم اللي جينا منه. رغم أن القدوم والذهاب هذه الحركة ليس لها وجود فعلي أصلا، لأن كما قلنا الحاجات تظهر من بعضها في نفس المكان اللي هي موجودة فيه، عبارة على مرآة تعكس نفسها. تصور اللي عندك مرآة النصف نتاعها هذا يعكس النصف الآخر، والنصف الآخر يعكس النصف هذا. طبعا العملية حاول باش تتخيلها باش تفهم عملية اللاوجود والوجود. إذن بعد ظهور ما يسمى بالمثمن أو الصفر السلبي، سوف تتواصل عملية الدوران والعودة، ما يسمى بالعودة، لكي تظهر النقطة الوسط التي سوف تكون هي الوسط للعكس، وهي سوف تكون أيضا بأربع مراحل، من الصفر السلبي إلى الصفر المطلق أو الصفر المحايد، وهذا سوف يؤدي إلى ظهور ما يسمى بالمربع الثالث. ولأننا موجودين في مرحلة اللاوجود، فهذه المربعات الثلاث التي سوف تكون متداخلة مع بعضها وسوف تكون واحدة فوق الأخرى، سوف تعطي ما يسمى شكل الأطناش، وهذه الأطناش هي اللي تقوم عليها فكرة ما يسمى بالشمس السوداء، التي هي نقطة الوسط الأصلية أو ما يسمى بالصفر المطلق، ومنها انطلقت فكرة بداية الزمن وما هو مستعمل الآن في الساعة الأثناش،
وهي التي تقوم عليها فكرة الأئمة الأثناش عند الشيعة، أو الأصباط الاثنى عشر عند اليهود، أو ما يسمى شمس زردشت اللي هي متكونة أيضا من أثناش، وهي أيضا موجودة في الشعار متاعهم في ذيل ما يسمى بالملاك أو إله الخير. والأثناش هذه تلقاها في كل المعتقدات والأديان، بعضهم يظهروها وبعضهم يخليوها سرية للخاصة متاعهم. طبعا أنا في الفيديو هذه مانيش باش نتكلم على السفر المحايد أو ما يسمى بنقطة الوسط أو ما يسمى بالأثناش أو الشمس السوداء أو أي اسم آخر يمكن نعطيه لها، لأن هذه الفيديو قاعدين نفاو في عملية اللا وجود، لأن ظهور هذه النقطة هي بداية الوجود، وهي النجم نسميوها نقطة وسط كان نغزرولها من الفوق، بينما كي نغزرولها من الجنب نشوفوها هي نقطة عودة أو انعطاف أو نقطة الانعكاس أو نقطة الظهور. إذن النجم ناخذوها من عدة جوانب، فهمت؟ من كل جهة نشوفوها حاجة. نحن نحاول في هذه الفيديو أن نظهر صور اللي تشبه هذه العملية، وكل ما هو قبل ما يسمى السفر المحايد أو نقطة الوسط أو السفر الكلي هو اللا وجود. وإن كان السفر السلبي هو العدم في اللا وجود، فالسفر المحايد هو العدم المطلق المساوي للأزل المطلق السلبي والإيجابي. لهذا هذه النقطة هي جدا مهمة في كل المعتقدات وبالنسبة للتفكير الإنساني بصفة عامة. وبعد الشكل المربع ينتهي كليا ويأخذ مكانه ما يسمى بالشكل الدائري للبحث في الوجود. فهذا الصفر ما يسمى المحايد المطلق هو في الحقيقة بين المربع وبين الدائري، لهذا نطلق عليه الأثناش نقطة، وهو ثلاثة مربعات مكون من العدم الذي يحتوي على الوجود. طبعا هذا ما يسمى بالصفر المطلق سوف نتكلم عنه في الفيديو القادم. ونكون هنا قد انتهينا كليا من الحديث عن لا وجود، لكي ننتقل في الفيديوهات القادمة عن الوجود. يعني في هذه الفيديو ننتهي من أصل الوجود الذي هو اللا وجود. وهنا أقول حقيقة غنوصية مع الأسف لا يقولوها كتابيا، وهي أن الوجود أخذ مكان اللا وجود، أي اللا وجود لم يعد موجود بظهور الوجود. أي لو نستعمل التعابير اللي نستعملوها في عالم الوجود النجم نقوله أن اللا وجود قد مات وموته أدى إلى ظهور الوجود. والحقيقة أنه لم يمت بل ولد، لأن عالم اللا وجود هو عكس الوجود، وولادة اللا وجود أدى إلى ظهور الوجود. إذن كل لا شيء في اللا وجود ظهر وأصبح شيء في الوجود في نفس المكان، لو صح التعبير عن مكان، لأن في الحقيقة في اللا مكان ظهر المكان، ومن لا شيء ظهر الشيء. هذه حقيقة جدا مهمة تتحدث عنها الغنوصية ولا تقولها المعتقدات والأديان وتخفيها. لو تعي هذه الحقيقة
سوف تفهم كثير من الأشياء. إن هذا اللي حكينا عليه الكل ما هو إلا تاريخ وانتهى أصلا، والموجود الآن هو الموجود، والذي يذهب لا يعود، ما هو إلا ركام للوجود أو طبقات للا وجود. لا أدري هل هناك منكم من فهم هذه الحقيقة المرعبة في الحقيقة، وسوف أعود إليها بالتفاصيل لكي أفسر ذلك على حسب الفكر الغنوصي الفطري والذي يتم إخفاؤها خاصة عند الأديان، لكي يستعبدون الناس ويوهموهم بأشياء ليس لها أي أساس من الحقيقة، رغم إنها عندها بعض الحقيقة في الغنوصية، وهذا أيضا سوف نوضحه أكثر في الفيديوهات القادمة. المهم في هذا الفيديو انتهينا من الحديث عن اللا وجود، ويجب أن تنسى الآن اللا وجود وننطلق من الصفر المحايد الذي هو نقطة الوسط، العدم المطلق أو العدم المحايد الذي منه سوف يظهر الوجود، وهو خلاصة الأزل السلبي والأزل الإيجابي، وهو خلاصة اللا وجود. إذن عندما ظهر هذا الصفر المطلق المحايد لم يعد هناك لا وجود أصلا، فهو أصبح اللا وجود، وهو أصبح العدم، وهو الذي منه سوف ينطلق كل الوجود. ولكن هذا النوع من لا وجود أو ما يسمى بالعدم هو يحتوي في داخله كل الوجود، وله القابلية أن يظهر الوجود، فهو منزلة بين المنزلتين بين اللاوجود والوجود، وهو الذي احتوى كل اللاوجود في ذلك الوقت، لو صح التعبير أن نسميه وقت، لأن لم يكن هناك وقت. فهذه القوة التي يطلق عليها الصفر المحايد أو ما يسمى بالعدم هو الذي نطلق عليه الرب الكلي أو العقل الكلي أو أي اسم يمكن أن تسميه به، أو ما يسمى أيضا بالشمس السوداء أو الشمس المطلقة أو النور المطلق، والأسماء كثيرة ولكن حقيقته واحدة. فهذه القوة هي التي سوف ينبثق منها كل الوجود، فالبعض يسميها خلق، البعض يسميها ظهور، البعض يسميها اللي يحب يسميها. المهم هذه النقطة هي الذي أصبحت مسيطرة على اللا وجود الذي لم يعد كما هو أصلا، وليس له أي وجود، بل هو مندمج وموجود داخل ما يسمى بالعدم المطلق الذي هو الصفر المحايد. إذن هوني نظن نكتفي بهذا القدر في هذه الفيديو، وسوف ننطلق في الفيديو القادم حول الحديث عن الصفر المحايد، نقطة الوسط، منزلة بين المنزلتين بين اللا وجود والوجود، وهو في هذه الحالة التي سوف نتكلم فيها لم يكن هناك وجود، وليس هناك لا وجود، وإنما هناك هذا الصفر وحده موجود، وليس معه شيء، ليس معه لا وجود وليس معه وجود، لأن هذوما الشيئين متداخلين فيه، موجودين فيه، فهو المطلق الكلي الأزلي الذي ليس كمثله شيء أصلا، لأنه أذاب اللا وجود في ذاته ويحتوي على الوجود في ذاته. فهذا الشيء واللا شيء في نفس الوقت، والمكان واللا مكان في نفس الوقت، كما قلت لكم هو الفطرة تقول عليه إنه الرب، وهذا ما سوف نعرفه أكثر
في الفيديو القادم هذا الرب شنو هو، وهل هو بالفعل رب ولا مش رب، وشنو هو بالضبط، وكيف أظهر ما يسمى الوجود، وما هي الأسباب، وغيرها من الأسئلة الوجودية الذي يطرحها الإنسان اللي نحاولوا باش نجاوبوا عليها على حسب الفكر الفطري الغنوصي، بعيد عن المعتقدات وبعيد عن الأديان. المهم أرجو أن تكون هذه الفيديو وضحت لكم بعض الأفكار، ونستناو الفيديو القادم باش نكملوا في مرحلة الوجود. المهم هنا انتهينا من مقدمة الوجود، وسوف ندخل في بداية الوجود التي تبدأ بالعدم المطلق اللي هي الصفر المحايد. وشكرا على التشجيع، وشكرا على المشاركة، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم وبسلام.